بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المحاضرة السابقة يا إخوان تكلمنا أو كان الحديث عن آيات السحر، وتكلمنا عن مهارة مهمة نحتاج إليها أو عن نوع من أنواع التفسير نحتاج إليه في تعلم علم التفسير وتعليمه، وهو تذكرون التفسير الإجمالي. وكان الحديث عن أهمية التفسير الإجمالي وأنه يعتبر المرتبة الأولى من مراتب فهم القرآن، فأول مرتبة من مراتب فهم القرآن أو تفسير القرآن معرفة المعنى العام للآيات. وحاولنا أن نطبق هذا التفسير الإجمالي عن طريق محاولة بعضكم، السلام ورحمة الله، تفضل، عن طريق المحاولة ابتداءً. طبعاً توصلنا إلى بعض النتائج، ومنها أنه ليس عندنا قدرة جيدة على التفسير الإجمالي، فنحتاج إلى بعض الأمور حتى يكون عندنا قدرة على التفسير الإجمالي. ومما يعين على معرفة التفسير الإجمالي للآيات قراءة التفاسير التي عنيت بهذا النوع. تذكرون شيئاً منها؟ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان، وهو من أفضل التفاسير في هذا النوع، التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد، وهذا أيضاً مهم جداً وسهل ومختصر. كذلك التفسير الواضح الميسر محمد علي الصابوني. هذه التفاسير لما تقرأ فيها بكثرة تتعود على هذا النوع من أنواع التفسير. في آخر المحاضرة فيما أذكر طلبنا منكم مقارنة بين تفسير السعدي وتفسير فتح القدير الشوكاني، حتى نتبين الفرق بين التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي. هذا يعني فكرة عما أخذنا سابقا. اليوم سنحرص على أن نستوعب تفسير آية السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية التي قد يكون فيها شيء من الإشكالات، نريد أن نحدد نقطة للبداية، ثم نطبق مهارة لعلها بإذن الله تعيننا على فهم هذه الآية من خلال التفسير، تفسير الشوكاني أو غيره من التفاسير. لو سألتكم سؤال في البداية، أنتم تقرؤون أليس كذلك؟ طالب العلم لازم يقرأ، وطالب العلم الذي لا يقرأ لا يستحق أن يكون طالب علم، فالقراءة جزء أساسي لك كطالب، بل هي غذاء لك، هي مكون من مكونات بنائك العقلي. عندنا مشكلة إذا قرأنا، أليس كذلك؟ بعض الشباب تقول ليش ما تقرأ؟ قال والله أنا أقرأ، بس أحياناً أقرأ الكتاب وبعدين إيش؟ إيش المشكلة التي يعاني منها أكثر الناس في القراءة؟ ها عبد الرحمن؟ يقول أنا أقرأ الكتاب وأشعر بأني بعد ما انتهيت منه كأني ما قرأته. هذه مشكلة صح؟ هل توافقون على هذه المشكلة؟ يعني أنا أحياناً أقرأ كتاب، خاصة إذا كان الكتاب عميق وفيه دقة وقواعد ومسائل، فأخرج بعد القراءة، خاصة إذا كانت قراءة ذاتية، يعني أنا أريد أن أقرأ وأستفيد، أخرج أقول سبحان الله ما أذكر شيء، خاصة بعد ما تنتهي من الكتاب كله. وإيش بقي معك من الكتاب إبراهيم؟ تقول يكاد لا يبقى معك شيء. ما أدري تتفقون على هذه المشكلة أو لا، هذه موجود المشكلة ذي ولا لا؟ إذن عندنا مشكلة الآن، وهي مشكلة عدم الاستيعاب الجيد أثناء القراءة. لا شك أن من طرائق المذاكرة القراءة، لما تقرؤون أنتم تذاكرون للاختبار، عندكم مثلا بكرة اختبار، ماذا تفعل حتى تختبر؟ إبراهيم ولا عبد الله؟ عبد الرحمن. هاي عبد الرحمن، عندك بكرة اختبار في 50 صفحة في مادة العقيدة، لازم إيش؟ تستوعب هذه 50 صفحة، ماذا تفعل؟ ارفع صوتك شوية. طبعا تشوف الأشياء المهمة في هذه 50 صفحة كما قلت. كيف تشوف الأشياء المهمة؟ من بعد قراءة أولية. صحيح، لا يمكن أن تعرف الأشياء المهمة إلا بعد قراءة أولية، يعني بمعنى أنك تقرأ قراءة أولية سريعة وتحدد الأشياء المهمة، القواعد اللي ثم تركز عليها وإن شاء الله تتسع. تركز عليها، كيف تركز عليها؟ تحفظها بالقراءة. إيه طيب جيد، هذه طريقة. هل فيه طريقة أخرى
لاستيعاب هذه المادة أفضل من طريقة قراءة أولية ثم التركيز على الأشياء المهمة؟ أولاً نقرأ المقرر علي مثلاً اختبار ولا شيء، أقرأ لا أمر عن شيء إلا وأنا فاهم، يعني أفهم أول شيء أفهم قبل أن أمر عليه، يعني أنتقل إلى غيري، أفهمه قبل أن أنتقل إلى غيري. يعني لما تقرأه تحرص على أن تجمع بين القراءة والفهم. الفهم نعم. ولا تنتقل من وحدة أو موضوع إلى الآخر حتى تفهم. جميل. بعد ذلك أراجع عليه مرة أخرى بعد أن أكمل القراءة. القراءة خلاص يرتسخ من الله عز وجل. نعم. جيد. هل في شيء آخر؟ سلام ورحمة الله. تفضل. هل في طريقة أخرى؟ أحد منكم يمارس طريقة أخرى لما يذاكر يريد أن يستوعب استيعاب جيد؟ تفضل إبراهيم. كتابة المراد حفظه ثم قراءته. كتابة المراد حفظه ثم الذي تريد أن تحفظه لابد أن تحدده بعد قراءة أولية. صحيح. ثم تبدأ في كتابة هذا الشيء المهم الذي تريد أن تحفظه ثم تحفظه من المكتوب. في طريقة أخرى ولا بقي طريقة أخرى؟ فيه طريقة أنا أظن أنها أفضل طريقة، والذي أعرف أن الطلاب المتميزين يسلكونها، وهي طريقة التلخيص ولا لا؟ طريقة التلخيص، توافقوني على هذا؟ أنا الذي أعلم والذي يقوله أهل الخبرة أن من أفضل طرائق استيعاب كتاب أو موضوع أن تلخصه، والتلخيص طبعا لها طرائق، وهذا ما نريد أن نطبقه هذه المحاضرة. عندنا مشكلة وهي شعورنا بأننا لا نستوعب الذي نقرأ، خاصة القراءة الذاتية. يمكن المذاكرة أنت مجبور أن تقرأ وأن تفهم، لكن لما تقرأ كتاب باختيارك، أنتم تقرأون كتب ولا ما تقرأون؟ تقرأون؟ متأكدين؟ كيف نعالجها؟ أنا أقول لكم أيها الإخوة، أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة هي التلخيص. حاول أن تلخص، والتلخيص له طرائق. سنطبق التلخيص هذا اليوم على تفسير الآية التي معنا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. من خلال تفسير الشوكاني الذي بين أيديكم سنعطيكم ربع ساعة تقريبا لتلخيص ما أورده الشوكاني في تفسير هذه الآية، كأنكم ستختبرون فيها بعد قليل، بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة سيكون عندكم اختبار في تفسير الشوكاني لقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. انتهى وقت الامتحان، انتهى وقت الامتحان. طيب نريد واحد يأتي ويقرأ علينا تلخيصه ويستمع البقية إليه ونشوف هل فهمنا الآية من هذا التلخيص ولا لا. عبد الرحمن، عبد الرحمن النعمي، ها نبغاه يفهمنا، بعضهم بس يقرأ ليوصل، لا نريد إقرأ وإفهم، حاول تكون طريقتك جيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين، وبعد، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين، عند الشوكاني معطوف على نبذوا، أي نبذوا كتاب الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه، وقيل بمعنى فعلوا، يعني اتبعوا بمعنى فعلوا.
هذا معنى اتباع هذا عند الطبري. على ملك ارفع صوتك يا عبد الرحمن. على ملك سليمان، على عهد سليمان، وقالوا بمعنى في وعلى، تأتي بما على في وعلى، والأظهر أنها على كما قال الشوكاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نقل قول القرطبي، رجح أن هاروت وماروت بدل من الشياطين. من هو؟ القرطبي؟ نعم. ولا الشوكاني؟ لا القرطبي. القرطبي يعني نعم. نقل الشوكاني قول القرطبي في وما أنزل على الملكين، وأن القرطبي رجح إيش؟ أنه بدل من الشياطين. بدل من الشياطين. نعم. يعني إيش؟ إيش تقدير الآية؟ أنه من الشياطين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وما زعمك بباب هاروت وماروت. وما يعني سحر ما أنزل على الملكين يتعال، ما هو بدل من الذين من الشياطين على كذا. رجح إيش عاد؟ قال القرطبي رجح أن هاروت. ما قال القرطبي كذا، الشيخ نقل عن القرطبي. أيوه؟ في تفسيره قال القرطبي رجح أن هاروت وماروت بدل من الشياطين. هاروت وماروت بدل من الشياطين، يعني أن هاروت وماروت من الشياطين ليسوا ملائكة. أيوة. هذا ترجيح ليش؟ قرطبي. لأن تعارض، كيف الملائكة تعلم السحر؟ لا، إذن هاروت وماروت بدل من الشياطين، فهم من الشياطين ليسوا نعم. من الملائكة.